بت على مهلك. ايه فهمت. واخيرا وصلنا. طلع فيني لشوف. قربي شوي. حلوة كتير هيك احسن. تمام. مو حابب تحكي لوين اجينا؟ اجينا على بيت ابي. كيف؟ معزومين على العشاء لعنده. علي انت عن جد عم تحكي؟ ملك اسمعي، بدك تتوتري وتسأليني شو البس وشو بدي احط مكياج، لهيك ما قلت لك، بس صدقيني انا ما قصدي ضايقك. انا لازم روح. ملك اسمعيني كرمال الله، لو سمحتي افهمي علي، انا وانتي معزومين لعندهم، وعدتهم نتعشى معهم، معقول تتركيني لحالي؟ منفوت سوا ومنطلع سوا بس. علي مستحيل، انا ما بقدر فوت لجوا، ما عم تفهم علي. ملك اذا القصه انه هن عم يضايقوكي بحركاتهم لا ترد عليهم وتنشي، لانه هن ما بيطلعوا شيء قدامك. عم تفهميني؟ انا ماني سائل عليهم شو بيحكوا. يلا حبيبتي قومي خلينا ننزل. انا ما فيني فوت لجوا لانه شو؟ شو؟ ها؟ لأنه حاسة حالي ماني منيحة. طيب إذا هيك خلينا نمشي، لأنه إذا ما فتي معي ما بفوت وبنرجع سوا. أصلاً أنا ماني حابب هالجي. يلا خلينا نروح نمشي. بابا حاكي ملك. يلا. ألو. نعم. ايه اكيد. نحن صرنا جنب البيت. يلا لكان خلينا ننزل. لا ما في داعي، بس شوف المدام. حاضر على بيك. شكرا لك. العفو يا خان. ليكي ملك شنطتك معي. يلا تعي. يلا هاتي ايدك امشي. مرحبا. اهلا وسهلا فيكم. شكرا. تفضلوا. اهلين، نورتوا البيت والله، يا ريت دايما تشرفونا. اعطيني عنك. اهلين علي، كيف قدرتي تقنعي وتجيبي لهون؟ اذا بدك الصراحه انا اللي اقنعتها لحتى تيجي لهون. لو سمحتي. ايه لانه من جديد طلع من المشفى ولازم يرتاح. طبعا الحق معك، بس هاي العزيمة انعملت مشاني يا بنتي. يعني لحتى تكمل هاللمة الحلوة لازم حدا منا يمرض بابا؟ شو رح نخلي ضيوفنا واقفين على الباب؟ نحن ما بيصير نقول عنهم ضيوفنا، هدول من أهل البيت. معك حق، لو سمحتوا خلونا نقعد على الطاولة، أكيد بتكونوا جعتوا. يلا. يا أهلي. خلوني أقعدكن على زوقي، انتو تفضلوا لهون والختايرة على راس الطاولة، هيك الوحدة بتنتبه على زوجها. قصدي مدام العرسان لقوا بعض ما حلوة يفترقوا على طاولة العشاء. أنا متأكدة إنه عدنان بيك من زمان عم يحلم بهاللوحة العائلية. برأيي هيك لوحة حتى بيكاسو ما بيقدر يعملها. على سيرة بيكاسو، صحيح أنت كيف علاقتك بالفن ملك؟ هلأ هي قبل ما تشتغل عندنا أنا درست لصير معلمة، وهلأ ناطرة نتائج فحص اختيار الموظفين. بس كأنه هيك شكلك قريبة من الفنانين كتير، مزبوط حكي جود؟ ليش برأيك الفنانين لهم شكل محدد؟ طبعا حبيبي، وإلا كيف كنت قدرت تعرفهم فورا؟ عم أحكي هيك لأنه زوجي كتير بحب يدعم الفن والفنانين، ونظرته بهالقصص ما بتخيب. بكفي بقى، أنا ما كنت بعرف أنك مهتم بهيك شغلات. هلا لأنه كل الحكي عن جود أكيد رح يخجل منكم، وإلا هو فعلا كتير بحب يساعد الفنانين ويدعمون. أي أنا أحيانا بدعم الفنانين وأنا وساكت وقت أتسمع عليهم. أنت بتقدري تعملي هالشي؟ بنتي نورة أمي ساعديني بالمطبخ. أنا بقوم بساعدك إذا بتحبي. لا شكرا، ما منقبل ضيوفنا يشتغلوا جراسين عنا. مسكينة شو بدها تعمل، فكرت حالة بالشغل. الواحد لما يطلع مصاري بتعبه ما بيكون مسكين، مكافح.
معناتك انت ما انا متعودة انه يجيها كل شي جاهز. طبعا كمان بالبيوت العادية عادي كتير انه الضيف يقوم يساعد بالمطبخ، بس يعني شو بدها تعمل ملاك؟ ما لا عرفانة انه بيتنا ما بيشبه ولا بيت من البيوت العادية. ما بيقبل حدا يضايق له مرته، يمكن لانه عن جديد تزوجته ورح ضل هيك لآخر العمر وما رح اتغير. لك وين الأكل لهلا؟ ليلى؟ نعم شو صار بالأكل؟ ثواني بس. أنا فرحان كتير بهاللوحة بس حاسس في شي ناقص. يعني صحيح ابني ومرته هلا اجوا وأنا ما ناقصني شي، بس لسه في شي ناقصنا بالبيت. هالبيت ناقصه فرحة، يعني لازمه بيبي. ما بعرف إذا عم تفهموا عليه.